النهاردة هنتكلم عن موقع جديد وهو موقع بيت فن. يعني احنا لازم يا شباب نكون عارفين كويس ان مجموعة المواقع اللي انت بتكسب منها مجاني واللي بتشتغل عليها مجاني دي بتقدر ان انت تجمع منها رأس مال تبدأ بيه في اي موقع من مواقع استثمار البيتكوين، او ممكن تعتمد على المواقع دي، لكن طبعا هتكون محتاجة مجهود منك اكتر ان انت تقدر تجمع من عليها بحيث ان انت يبقى معاك مبلغ كويس منها. النهاردة هنتكلم على موقع جديد، موقع بيت فن، وده موقع يعني من مواقع البيتكوين. هندخل دلوقتي ونشوف ايه هو الموقع وازاي نقدر نكسب من عليه بيتكوين او ساتوشي مجاني. اول حاجه طبعا عارفينها في اي موقع اللي احنا لازم نسجل في الموقع ده، هنسجل اهو من خلال كلمه ريجستير. تمام يا شباب، اول حاجه بنحطها هنا بنكتب الايميل بتاعنا. التسجيل في الموقع ده سهل جدا اهو، وبنختار باسورد وبنأكد طبعا الباسورد، وبنحل الكباتشه بتاعتنا. كده يا شباب بعد ما بنحل الكباشه بنعمل طبعا كونفيرم لترمز اند سيرفيس. ترمز اند سيرفيس دي اللي هو الموافقه على شروط الموقع يعني، وبعد كده بنعملين على طول ريجستير. بنقول على طول عاملين ريجستير. طبعا يا شباب انا عامل حساب اوريدي في الموقع. بعد ما بنعمل ريجستير في الموقع على طول بيبقى الحساب بتاعنا اتفعل، على طول الحساب بتاعنا بيتفعل في الموقع. بنقدر احنا نروح نفتحه. ونفتح الحساب ازاي؟ بنروح عند كلمه ساين ان اهو، ونقوم كاتبين كده الايميل بتاعنا ونكتب الباسورد بتاعنا برده، وبنعمل ساين ان. احنا كده يا شباب اهو دخلنا على الموقع من جوه، دخلنا على الموقع من جوه. طبعا الموقع عليه طرق تانية للربح، انت ممكن تلعب على الموقع العاب، او ممكن انت تغامر بالساتوشي اللي معاك ده، لكن احنا خلينا في الحاجة المهمة وازاي ان احنا بنقدر نجمع من الموقع. الموقع ده يا شباب هو عبارة عن ان هو بيجمع لوحده، يعني انت بتسيب بتعمل حسابك وتسيبه وبتدخل كل شوية تجمع الساتوشي اللي عليه. تمام، بنجمع. بعد ما نجمع بناخد ازاي؟ بنقوم عاملين كليم كده اهو، بنلاقي طبعا اهو يا شباب الساتوشي هنا، العداد بتاع الساتوشي موجود اهو في الحتة اللي احنا قدامنا دي، موجود في الحتة اللي قدامنا دي. بنعمل كليم ناو من هنا كده، بنحل الكباتشة وبعد ما نحل الكباتشة نعمل كليم ناو. بيقول لي ان في 51 ساتوشي راحوا للحساب بتاعي في الموقع. فين الحساب بتاعي في الموقع؟ اهو، عشان اعرف انا معايا قد ايه ساتوشي اهو، اكونت ديتيلز. هنا انا عارف ان انا كده معايا اهوت زي ما انا شايف كده 3488 ساتوشي. دي اول نقطة، يعني احنا بندخل على الموقع كل شوية بنجمع بالطريقة اللي انا قلت عليها دي. تاني حاجة اللي انت ممكن تعمل دعوة طبعا للناس اللي هي تسجل عن طريقها في الموقع، بتربح من خلالها 50%. يعني لو هو لو دخل مثلا في اليوم جمع في اليوم مثلا 3000 ساتوشي، هتاخد انت 1500 كمان مش منه، دول حسابه هو ملوش دعوة، هتاخد انت كمان مثلا 1500 ساتوشي كمكافأة من الموقع، كمكافأة من الموقع. ازاي بعمل دعوة؟ بخش على رابط الريفرال بتاعي ده اهو، بيقول لك ان انت تاخد 50% كوميشن من الريفرال بتوعك او الحالات اللي انت بتعملها. وايه ده كده اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ هو رابط الريفرال بتاعنا. باخد الرابط ده طبعا وابتدي انشره في مواقع الجروبات بتاعه الفيسبوك الخاصه بربح البيتكوين المجاني، وبقدر ان انا كمان انشره لو انا مثلا هعمل فيديو عن الموقع ولا حاجه، ممكن انا انشره في الفيديو ده، ودي بيجي لي 50% عن الناس اللي بتسجل عن طريق مكافاه من الكليم بتاعهم. كمان اخر حاجه هنتكلم عليها في الموقع وهي السحب. السحب طبعا في الموقع عند 10000 ساتوشي، بتدخل هنا كده على الصفحه بتاعه السحب دي، بتكتب طبعا عنوان المحفظه بتاعه البيتكوين بتاعك، محفظه يا شباب مش الايميل، وبتحط الباسورد، وبتحط هنا كده طبعا افيلابل البالانس بيبقى موجود طبعا عندك هنا. لو عندك طبعا 10000 ساتوشي بتقدر انت تعمل ويزدرو اول، يعني بتقدر ان انت تسحب كل السحب اللي موجود عندك في الموقع. كده يا شباب ان احنا خلصنا الموقع، موقع موثوق جدا وكويس جدا وبيدفع، وبيوصلك السحب خلال 48 ساعه من طلبك. كده احنا خلصنا شرح الموقع. شكرا لكم يا شباب، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.